شوفيك يسعي كأنك في فيلم رعب ومسوي حرب على البعوض. أكيد البعوض هو أكثر حشرة مؤذية للإنسان ومسبب أكبر عدد من الوفيات بتاريخ البشرية بسبب الأمراض اللي يحملها مثل الملاريا، الحمى الصفراء، حمى النيل، ومؤخرا فيروس زيكا. وايد ناس حالتهم مثل حالتك يا سعيد، يطالعون الأخبار أو النت ومرعوبين من فيروس زيكا. هالفيروس تم اكتشافه أول مرة في أوغندا في أفريقيا عام 1947. الحمد لله وزارة الصحة أكدت أن بلادنا خالية تماماً من فيروس زيكا وإمكانيات وصوله ضعيفة، لأن البعوض الناقل هالمرض غير موجود في الإمارات. المصابين يشكون من حمى خفيفة وطفح جلدي، التهاب في العين، آلام في العضلات والمفاصل، وصداع. تستمر الأعراض بين يومين وسبعة أيام. الحين ما في علاج لفيروس زيكا إلا الوقاية والحماية من لدغات البعوض الناقل للمرض، مثل استخدام المواد والكريمات الطاردة، الملابس اللي تغطي الجسم كله، استخدام الناموسيات أثناء النوم، وتجنب المياه الراكدة. أهم شيء الحوامل يتفادون تماماً المناطق المصابة، والباجين خذوا احتياطاتكم إذا مسافرين وتابعوا الأخبار بهدوء، وعساكم دوم صحة وسعادة.